الإمام الباقر حضر كربلاء ونظر بأم عينيه جده الإمام الحسين وما جرى على جده الحسين في كربلاء ويوم العاشر من المحرم، ونظر إلى أخوته وإلى بن عمومته ونظر إلى أهل بيته ونظر إلى بني هاشم وأصحاب جده الحسين مجزر جزر الأضاحي وهو طفل صغير 4 سنوات. هذه الفترة فترة البراءة والطفولة والمرح، ولا ويتعرض لهذه المآسي وهذه الصور وهذه الفجائع والمصائب. أي قلب يحمل هذا الإمام سلام الله ويتحمل أكثر من هذا؟ وبعد مقتل الحسين وأصحابه أهل بيته ونظر إلى عماته وهن يتفاررن في الميدان، الله أخواته وأمه تضرب قدام عينه، والطفل في صغر سنه يتذكر كل شيء، كل شيء يتذكر. أنت الآن عيش الحالة هذه، حالة الإمام الباقر عليه السلام، حالة الطفولة وهو ينظر إلى هذه المآسي وإلى هذه المصائب. وما اكتفى الأعداء بهذا، بل سبوا نساء الحسين وبناته وأخواته من بلد إلى بلد، وكان وياهم الإمام الباقر، وأدخلوهم على عبيد الله بن زياد لعنه الله في الكوفة وشمت بهم، وأدخلوهم على يزيد في الشام. وما أدراك ما الشام، يوصف الإمام زي العابدين يقول هاي بلد الشماتة. والإمام الباقر يشوف أطفال طلعوا ورجال ونسوان يصفقون الأكف فرحا على الخارج. وإماما أي قلب هذا الذي يحمل هذه المصائب والمحن؟ كل واحد غير الإمام بعد الأخوة هذا يفتح إلى حوزة، يفتح مجلسة، الناس تسميه خارجي ابن خارجي. وإذا هاي المصائب كلها تمر بخيرة مولانا في مثل هذه الليلة، الإمام عندما ذاق السوم سرى إلى جميع جسده. صحيح أثر في جسد الإمام الباقر، لكن تيقن بأن مصيبة كربلاء وما بعد كربلاء حرارتها لا تزال في جوفه. أيوة إماما، وهو بين الحين والآخر تدمع عيناي ويبكي وينادي وابتا وجدا وعجل على إمام الباقر. أيوة إماما، حتى ارتفعت الأصوات من داره، ما الذي جرى؟ فقيل أوليس قد مات الإمام الباقر. أيوة إماما وسيدا، عند ذلك قام الصادق عليه السلام في جهاز والده مثل الجبنة بحر الاسمه
حدنا يا على يا شيعة في عزاء يا جده المظلوم ابجي على اللي بكربلاء بلا وبعض بالغريين يا الله تقبل عزانا سامحنا تب علينا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا فرج اللهم عنا فرجا عاجلا اشف اللهم مرضانا امراضنا مرضاكم مرضى الحاضرين المنظورين من سألنا الدعاء من علينا وعليهم بالصحة والشفاء فك أسرانا داوي جرحانا رد غربانا اجعل اللهم بلدنا هذا وسائر بلدان المسلمين آمنة يا رب العالمين جماعتنا الحاضرين المستمعين فردا فردا وفقنا وإياهم لما تحب وترضى المؤسسين الباذلين لهذا الاجتماع والاستماع والمجلس الشريف بارك اللهم لنا ولهم في الأرزاق وأطل في الأعمار بجاه نبيك وآله الأطهار إلى أرواح موتانا موتى الحاضرين من مات على الإيمان وموتى المؤسسين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلاة.